رجع تاتن تي في مان في المقطع الماضي ودمر كل جيش سكيبيدي توايليت. واحد من المتابعين الحلوين كتب لي: يا ليث حرب الحمامات لسه ما انتهت والفضائيين راح يغزوا العالم وراح يسيطروا على عالمك. انا وقتها انصدمت يا جماعة، كيف ممكن نواجه فضائيين وسكيبيدي توايليت مع بعض؟ صراحة ما بعرف كيف زبطت الامور معهم، لكن العالم اللي قتلناه في المقطع الماضي طلع هذا مو العالم الاصلي، العالم الاصلي كان متخبي بالمستودع. فقبل ما نبدأ هذا المقطع بدي اياكم توصلوا هذا المقطع ل 5000 لايك اذا بدكم اياني انزل سكيبيدي توايليت اكثر. اكيد انتم ذاكرين ايش صار المرة الماضية، كانت حرب مولعة واخر اشي دخلنا على المختبر اللي عندهم. يب يب هاي ذكر اللقطة. اوه هذا جيمان بعده عايش، ما قتلناه احنا؟ احا هيو مات، خلص مع السلامة، كفو يا تي في مان. والله التايتن احا كيف صار ورانا؟ جماعة كم جيمان موجود عندهم هذول؟ والله ترى راسه كيف هيك، كيف هيك صواريخ صواريخ، والله راسك طلعت. احا فكوا جسمه يا اخوان، شو بصير قاعد؟ بتحرك بدون راس والجيمان هذاك بعده عايش. او ماي جاد او ماي جاد، كم جيمان موجود يا اخوان، لكن كلهم تدمروا. اوه ليتس جو، اخيرا ايوه ارجع لمكانك، ارجع بلاش هسه يسيطروا عليك ولا يسووا اشي فيك. هيا رجعوا، قتلهم كلهم، والله انك كفو، والله انه اقوى واحد. اه لا والله لسه بحكي في طريق، والله كفو، قدر يشيله قدر يدمره، ما هذا ضد الفطريين. لا مسكوه يا جماعه، والله تكاثروا عليه، كل التايتنز كلهم موجودين عنده راح يقتلوه. والله مو هاي النهايه اللي بتمناها. لا يا اخوان لا، والله زعلان عليه مع اني بكرهه، عندي مشاعر مختلطه حاليا مع اني بكره هذا الانسان، بس مش هاي الطريقه اللي كان بدي اياه يموت فيها. لا تسكفوا، والله ما في اشي يزقف عليه، لازم انزلوا له واحد ضد واحد مش كلكم عليه، والله ظلم ترى. لا والله ظلم مش هيك. اوه بقول له روح غادي الحقهم، وين ما راحوا اصحابه الاولانيين يا اخوان. ايش هاب؟ اوه يشغل الشاشه عشان نشوفهم ايش قاعدين بيسووا. هيك انتقلنا احنا لهذا الفريق، انا موجود بين هذول هسه حاليا، تمام؟ انا شفاطه مان، ليتس جو، انا شفاطه مان. هذا هو مختبر السكيبيدي توايليت يا اخوان اللي ما بتاع. اوه هكرناه، والله لسه بدي احكي كيف ممكن نفوت والباب مسكر. طلع معنا جهاز اختراق فعشان هيك عاد. اوه انصدموا لانهم موجودين هون. اسكت اقلب وجهك، اسحب السيفون خليه يموت يقلب وجهه. ايوه كلهم اقتل لي اياهم ولا واحد عايش، بس انا بعدني زعلان على الجيمان، والله بعدني زعلان، مش هيك لازم يموت، والله مو هيك لازم يموت، لازم يموت بطريقه شريفه اكثر من هيك. كلنا اجتمعنا عليه مسكناه وقتلناه، ليش هيك؟ يعني اوكي يعني خلصنا منه، بس بنفس الوقت زعلان عليه بصراحه، لانه هيك ما في عندنا عدو جديد. واحد منكم حكالي انه في عدو جديد راح يجي، انا ما بعرف هذا العدو كيف راح يكون، هل راح يكون نفسهم ولا راح يكون عدو جديد كائنات فضائيه حكتوا لي صح؟ هذا المختبر تاعهم نووي، لا راح يفجروا العالم هذول، لا اوعى تفجر يا غبي، لا تفجرهم هسه فجروا المصنع كامل، حتى احنا ممكن نموت معهم بسبب النووي اللي عندهم. ايش هذا؟ شوف اللي تحت شافونا، والله هي بريكنج باد هذا، ايش هذا؟ والله بريكنج باد، ما اتفقناش على هاي، ما اتفقناش عليها، ممكن اسامحك عليها بس ما تعيدهاش لو سمحت، احنا كلنا هون محترمين، ابلعوا، المهم دمرنا. من مكان ثاني اجونا، سك الباب، لا والله يموت، اقتلوه بسرعه، ايوه الحمد لله سكرت البوابه وهربنا منهم الحمد لله، لكن في كاميرا ماتت، اخونا مات، قال له خذ عدستي، انا اتوقع انه العدسه يا اخوان زي القلب عندهم، فممكن يرجعوه بسبب هاي العدسه، اتوقع والله توقع من عندي، طلع كلهم زعلانين عليه، والله ما اتوقع انه يرجع يا اخوان، ما اتوقع انه يرجع لانهم كلهم زعلانين، وشفاطه مان اتوحش، خلص ولا واحد راح يضل قدامه حاليا، المختبر السري هذا المكان السري، هذا اتوقع المكان السري اللي بتصير فيه العمليات الخاصه، فعشان هيك احنا موجودين فيه وانتهت هاي الحلقه. هسه بدنا نشوف ايش راح يصير في هذا المصنع او هذا المعمل. يب هذا المعمل اللي كنت احكي لكم عنه، الشفاطه اللي معي تحولت، ما كانت هيك قبل شوي، ترى هسه لاحظت. ابلع يلا موت، اقلب وجهك موت، سيطرنا عليهم. يب شو هذا المكان يا اخوان؟ ليش هالموسيقى الغريبه اشتغلت؟ اوه مكان بتعذبوا فيه، او ممكن هاي النسخ المضروبه، هاي النسخ اتوقع المصالحه، والله هم ميتين، هاي النسخ اللي ما زبطت معهم، واحنا قاعدين بنحتفل عندهم مبسوطين لانه راح نسيطر عليهم. هذا المكان كله نسخ خربانه يعني عادي ما بلزمونا، هذول ممكن بيخربوا عليهم، ممكن بدهم يقتلوهم، يمكن هذول معنا ترى. احا شو هذا لابس زينا هذا؟ ابلع شفطتين على راسه كمان وحده، والله احا من وراه ومن قدامه كل شيء يبلع. وين بتفكر حالك؟ احنا جيش الكاميرات اقوى جيش في العالم، وجيش السبيكرات انا شايفك. احا كلهم طلعوا، اهرب ركض بسرعه اللي ورانا يا جماعه، اهربوا، وينهم يو كلهم يجونا. احا ليش بتطلع علينا هيك؟ الكثير من الاحا اليوم. اهرب بسرعه مايكل جاكسون هذا ولا مين هذا؟ بسرعه والله اتوقع راح يدمر كل شيء هذا. اركض في ضوء اصفر ترى شفته هناك، ايش هذاك الضوء؟ اركض روح عند الضوء دقيقة بقول له. اصبر اصحابنا يا كلب، اصبر اصحابنا، سكر عليهم، فجر راسه واضرب لي اياه، ليش تسكر عليهم يا حيوان؟ اطقعه كف،
ايوه بستاهل والله بستاهل كمان والله نفسي اطقع الشاشه اللي عندي كمان. لازم استنيتهم يا اخي ما لازم تركتهم هذول معنا. لا لا قلت لكم انا كثير سامحتكم لا تطلعها هاي مالك خلاص غبش لهم عليها. قول اول مره ماشي مشينا لكم اياها المره الثانيه لا. دقيقه في صوت سامع صوت السكيبيدي هيهم تحت والله انذار. الجيمان طلع مش ميت الجيمان موجود بالمختبر الجيمان بعد عايش الحمد لله الحمد لله انه مش هاي النهايه. انا حكيت لكم هاي النهايه ما بتمناها له بصراحه ما بدي ما اياه يموت هيك بهاي الطريقه الوسخه لازم يموت بطريقه شريفه واحد بس يواجهه وانا بتمنى يكون الكاميرا مان يواجهه تايتل الكاميرا مان. جحن نفسهم صح هذول كانوا بمعركه كثير متدمرين جددوا نفسهم لكن ايده متكسره كيف ممكن نصلحها. ايوه شحن حالك شحنه اعطاه قوه زايده طلعوا يا جماعه القوه تاعته كيف صارت رجع اسطوري. الله عليه والله شوف القوه تاعيتهم ايش حل لي كمان بقول له طقعوه قالوا له لا انت ما في لك ما بعرف ليش ما اعطوه والله دمرناهم والله دمرناهم خلاص انتهى عالم السكيبدي يا اخوان. بعد هذا المقطع اتوقع راح ينتهي. شو هاي نفاثه نفاثه خاصه بالكاميرا مان لايك بدهم لايك ما حكى اللايك لسه بس اتوقع بده لايك توقع من عندي بحكي لكم حطوا لايك اللي مو حط لايك لحد الان شو بتستنوا يا جماعه دمرناهم دمرناهم وانتوا لسه مو حاطين لنا لايكات فيلا الله يسعدكم حطوا لايك واشتركوا بالقناه قبل ما اخش على الحلقه اللي بعدها نهايه السكيبيدي خلص خلص انا بقول لكم نهايه السكيبيدي في هاي الحلقه ما راح نشوف السكيبيدي خلص ممكن نشوف الوحش الجديد اللي حكيتوا لي عنه في التعليقات ما بعرف لسه. اوه اسلحه جديده يا ولد ايش بتسوي بتركض روح دافع ايدك مقطوعه مات لا حرام السلاح شوف السلاح او ماي جاد والله السلاح جبار دمرهم كلهم بثواني او شيت يا الله مقبوها بالسلاح والله ما يزبط معاك صواريخ لحه لا 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 شايفين اللي انا شايفه شايفين اللي انا شايفه في شيء غريب جاي علينا شو هذا سيارات كبيره والله سيارات كبيره ابلع بس روح انقلع انت خلينا نشوف ايش موجود هناك. اوه يا اخوان درع شوفوا شوفوا درع والله درع درع موجود عليهم مستحيل نقدر نواجههم بدهم هذول تايتن طلع اكبرهم والله بدهم تايتن انا بحكي لك بدهم تايتن اكيد الكاميرا مان راح يجي اكيد الكاميرا مان افضل واحد فيهم جيب لي التي في مان وجيب لي السبيكر مان كمان معاك لانهم هذول ثلاث لازم ثلاث ضد ثلاث اما واحد ضد ثلاث يمكن تموت يا الكاميرا مان واحد يجيك من وراك زي هذا يقعد يضربهم من وراه والله ولا اشي والله دمره دمر كل اشي هذا لحاله بس واحد من وين هذا اجى من وين هذا اجى ابلع ابلع انا بستنى باللحظه هاي بستنى باللحظه اللي تيجوا فيها تدمروهم هاي الكاميرا هاي السبيكر مان كمان والله متدمر حرام يا اخي اشحنوا يا اخي حرام والله والله رد علي رد علي يا اخوان والله شحنوا شوفوا قوته كيف صارت كله صار يطلع منه احمر او ماي جاد كل هذول نووي هذول يا اخوان اعطيهم صوت قوي صوت قوي والله دمرهم لحاله بس شحنوا شحنه واحده تخيلوا شحنه واحده بس طلعوا ايش سوى فيهم والله فجرهم كاميرمان حط ايدي جديده ترى انا شفتها هاي خلص اقعد اقعد يا حبيبي اقعد كل هذول حوالينا محوطيننا معهم النووي يلعن ام القوه يلعن ام القوه يا رجل اشك تعب ولا بس والله العظيم انك كفو اقسم بالله كفو بتحكوا لي ليش بحبوش ليش بحبه عرفتوا ليش بحبه هذا لسه بس شحنه صغيره حتى التي في مان انصدم تفاجئ عطوه وجه جديد ايش سبيكر مان جديد الهم سبيكر مش مان ايش هذا ايش هذا وات لا مين هذا ابلع رجع لي اياها شو مين هذا هذا الوحش اللي حكيتوا لي عنه الفضائي جماعه ما في حدا قادر له ولا ايش يو ار جوينج تو داي والله كان لازم ياكلها بعرف كل شيء حواليه واختفى بسرعه البرق يا الله كان راح يموت الحمد لله انه ما مات والله هذا الوحش كثير قوي زعلان والله كلنا زعلانين مين هذول مين هذول يا اخوان مين اللي سيطروا علينا هذول هذا لسه واحد واحد لحاله مو قادر على الكاميرا مان ولا على السبيكر مان ولا على التي في مان التايتن تخيلوا العمالقه يعني خلينا نشوف المصنع خلينا نشوف المصنع لانه راح يجي يمكن والله صعب كثير قويين هذول مبين عليهم السكيبيدي تويليت لسه اسهل منهم طفوا علينا الكهرباء الله ياخذهم الله ياخذهم طفوا علينا الكهرباء ايوه فلاشات معنا والله كفو من متى هذول معنا في واحد فوق والله في واحد فوق في واحد فوق اتوقع هذا اللي جانا الفضائي هذا الفضائي اوه خوينا اسقو اسحبنا بالله عليك اسحبنا الله ياخذك حط قنبله الحيوان ما يهربوا الله ياخذك يا كلب فجروا لي اياه المشكله معاه نووي اذا بموت هذا بفجرنا كلياتنا مش لازم يموت هذا البني ادم لانه اذا بموت بفجرنا كلنا شايفين طلعوه طلعوه اقول لكم معاه نووي حاطين فيه نووي اي شيء بلمسه اذا مات يعني خلص بقتلنا كلياتنا خذ سلاحك وخلينا نطلع من هذا المكان يا اخي لازم نلحق العالم العالم احنا كنا نلحقه وانا ذاكر هذا الاشي لكن العالم اختفى احنا بندور عليه مو لاقينه لحديت الان اطلع تسلق يا حبيبي اطلع كفو عليك والله وقع واصحابنا ماتوا اللي تحت لا لا تساعدني اقلب وجهك اقلب وجهك انت ما انت قتلت اصحابنا كلياتهم
اوه حمد اصحابنا، والله اسف ثاني مره بتساعدني. ما كنت شايف اصحابنا بصراحه بالبدايه، طلع ماسكهم وطار فيهم لانه هو معانا في فاتح. هاي موجودين حوالينا كلهم لكن مو شايفيننا. ايوه اطفي الاضواء. نايت فيجن، الرؤيه الليليه فعلنا عشان ما يشوفونا، لانه اذا ضوينا الفلاشات راح يشوفونا اكيد، راح يعرفوا انه الله ياخذ الله ياخذ ام الحظ الخرا. شوفوا الحظنا الزباله، كلهم شافونا. بسرعه اسرع اسرع لو سمحت، اسرع لو سمحت اسرع، مش ضروري نموت. احنا ضلينا اخر اربعه، انا وانت والكاميرا الثانيه والسبيكر اللي معنا هذا النصاب. الله غدار هذا، هذا البني ادم غدار، انا ما حبيته بصراحه، مع انه بالبدايه حبيته بس من جديد صرت اكرهه، لانه استغنى عن اصحابنا. لازم ما يستغني عن اصحابنا، وانتوا استغنيتوا عن اللايك، زمان ما حطيتوا لي لايكات. اتفاقيات، هذا اللي شفناه قبل شوي صح، هو العالم العميل السري دفوك بوم نفسه معهم. كتاب التي في مان، لا عرفوا كل مخططاتنا وعرفوا كل اسامنا. مين هذا يا ولد؟ مين هذا؟ مين هذا؟ انتبه. لا هاي هذا الشعاع بخلينا ندمر نفسنا، بخلينا ندمر نفسنا. هذا الشعاع يا جماعه، حطوا الكاميرات، حطوا العدسات، حطوا العدسه بسرعه. ايوه بسرعه، حطوا الحمايه عشان ما ياثر علينا هاي العدسه، انتم عارفين صح. لا قتل صاحبنا، قتل صاحبنا، اضربوا ارميها على الشاشه كفو. لازم هيك يصير من اول. والله صرنا ثلاث، كنا اربعه، كنا لما دخلنا عليهم كنا قبيله كبيره، كنا 20 واحد، فينا ثلاث تخيلوا، بس ثلاث وانت نصاب، انا مو حاسبك معنا. هي مات صاحبنا، صفينا اثنين بس. هاي جهاز التحكم، جهاز التحكم اتدمر ولا لسه؟ صفيت انا والسبيكر هذا الخاين. والله انك خاين انت ترى. هاي سماعه، لازم ناخذ السماعه عشان ما يصير في اصوات عاليه. ونفاثه، اخيرا نفاثه عشان نصير نطير اسرع بدل ما نمشي شوي شوي ونوقع. هذا لانه راح يتركنا النصاب، ما راح يخلي، ما راح يستغني عنا. هذا عامل لي حالك بطل. اه والله ما انت بطل. اوه في ناس هون، في ناس اتوقع كمان حوالينا لانه احنا بالمختبر تاعهم. خلينا نشوف ايش راح يصير. والله نهايتها انا اتوقع هاي نهايه حزينه، والله نهايه حزينه لانه ولا واحد من اصحابنا بيعرف عنا. شو هذا؟ في خطا في التسجيل، ليش ما شافنا؟ اختفينا. بس في واحد بيحكي معنا بالسر، في واحد بيحكي معنا بالسر وهذاك اختفى. لازم نهرب، في صوت انتم سامعينه معي اكيد. لا افتح افتح افتح. اوه هي دفوق بوم، هذا المطور السري بيحكي مع العالم الخاين. بس اخيرا مسكناه. سكر الباب، ما تخليش حدا يخش علينا، خلينا نتفاهم احنا وياه. مع انه هذا اتوقع بده تايتن، هذا بده تايتن، هذا مش واحد زيي. انا ما راح اقدر اعمل له شيء، بس راح اتحكم بالشغلات اللي عنده، بس هذا الشيء الوحيد اللي راح اقدر اعمله. لكن ما اتوقع اني اقدر اواجهه لانه هذا قوي ترى، ذكي عالم، اكيد راح يكون ذكي. هيو هرب، اختفى، مسكناه. ليتس جو، تعال واجه. وين هارب؟ تعال واجه، عامل لي حالك زلمه. لا اهرب 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 اهرب. الورانا صاحبنا يا غدار، اغدره. لا والله انغدر، والله انغدر صاحبنا، ما قدر يواجهه. والله طلعت ضعيف وانا فكرك قوي، مع انك غدار ترى. هاي قسمه نصين. لا اوه والله بقدر يطير حتى لو انه نص واحد. ابلع، قلعنا عينه، خربنا عينه. لا لا لازم تايتن، لازم تايتن، راح نموت اكيد، راح نموت. ياب متنا ياب متنا، انا عارف والله عارف. هاي هي النهاية اكيد اكيد، هاي النهاية. ليش تركتني عايد؟ في حدا يجي. ليتس جو، هاي الكاميرا كانت تراقبنا، هاي الكاميرا. ما ماتت ماتت ماتت، الله ياخذك. لسه مكيف انك جيت، متت رجع عطاه فلاش، راح يعميه اكيد، راح يعميه اكيد. ليتس جو، نهاية العالم. انا هيك مبسوط، ليش؟ لانه مات من الناس العاديين، هذا هيك مستاهل. وين راح؟ وين راح؟ هاي هاي هاي، زلزال صار. الله ياخذه الله ياخذه، مش راضيين نخلص منه هذا البني ادم، مش راضيين نخلص منه يا اخي. انقلع يا اخي، جيبوا لي تايتن عليه، طلعوا ما اكبره. بجوا من ورا، ليتس جو ليتس جو، ما اعرف انه موجودين وراه يا جماعه. بجوز راحوا هذولاك الصغار، راحوا يدخلوا عليها. هي شفتوا شفت الفتحه؟ ثواني ثواني، بدي ارجع عليها. هيا 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 الفتحه. هي اخترقوه يا اخوان، والله اخترقوه. والله اتوقع راح يموت على ايديهم هذول الثلاث. والله اساطير، اذا بتقتلوه والله بتكونوا اساطير. راح خلي المتابعين يعطوكم لايك اذا انه اذا انكم قتلتوه. تخيلوا لوين. هيو انصرع، قتلوه، وصلوا له يا جماعه، وصلوا له وصلوا له، قتلوه. اخيرا اخيرا خلصنا منك. انت كريه، انت كريه، انت سبب الحرب اصلا. ابلع الله ياخذك، ابلع، تستاهل كل شيء بيصير معاك انت. امسكه بسرعه قبل ما يهرب منا، قبل ما يهرب منا. هسه راح يطلع، راح يطلع، ولك امسكه اطلع. والله هرب من... وين هارب يا حبيبي وين؟ ايوه هاي النهايه اللي بحكي عنها، هاي النهايه الصح، هيك لازم يصير بالجيمان. لكن الجيمان انغدر بصراحه، هذا بيستاهل عادي لانه كريه. اعطيه سبيكر، فقع دينيه، فقع لي دينيه، ما تخليه عايش. يلا يلا سبيكر، ايوه هيك بدي اياك، كفو عليك. ليتس جو يا اخوان، والله اليوم احلى حلقه، احلى حلقه، اقسم بالله احلى حلقه. ايوه فجر راسه كمان كمان على المتابعين وعني وعن التيمان وعن عن كل واحد احتل. تستاهل الله ياخذك. نهايه العالم، خلاص يا اخوان انتهت الحرب، انتهى كل شيء. انا متاكد ان انتهى كل شيء، من كثر ما انتهى كل شيء الكرسي قاعد بنزل ما بعرف ليش. اطلع يا حبيبي اطلع، تحمس زياده. صاحبنا صاحبنا، والله اني زعلت عليك ترى. ما
والله مات. لا لا جماعة بعيط التي في مان، شفتوه؟ طلعوا تي في مان، تي في ومن زعلانة عليه. اوه شيت، اتوقع هاي كانت نهايته، مع انه انا كرهته في اخر هيك باخر اكم من حركة، بس يمكن كان معاه حق، لانه هذاك السكيبيدي كان كثير سريع، فانا بتوقع انه خياره هو اللي عمله هو الصح بصراحة. انا زعلان عليه، والله زعلت عليه بصراحة. شو هاد؟ احنا وين؟ ما بنسجل احنا، كاميرتنا ما بتسجل. المهم انتهت. انا بشكرك لانه العالم مات. ايوه بقول لك، على اي حال التهديد الاكبر موجود، واللي هم اللي شفناهم قبل شوي الفضائيين. طب ايش بدك مني انت؟ اوه لا لا تحكيها يا جماعه، بده يقتلني. تعرفوا ليش؟ لانه بحكي لك قال ما في ولا اي دليل موجود انه بثبت انه هو والعالم اصحاب الا انت، وهذا وانت راح تنتهي اليوم. يب هاي نهايتي، كلنا قاعدين بنموت، كلنا قاعدين نتفجر. لا كريتيكال دامج، قاعد ادمج نفسي. بدي لايك في نهايه مسيرته، بقول لكم حطوا لي لايك لاني خلص انا انتهيت. والله الحلقه حلوه، كاميرا اوف لاين، اقسم بالله انها احلى حلقه في العالم، والله احلى حلقه في العالم في التاريخ. او ماي جاد، وين احنا؟ بدهم لايكات. والله والله ما بتحطوا لايكات ترى بتضايقوا منكم، ببطلوا يعملوا حروب ترى، دير بالكم. حطوا لايكات هسه، هيا خربت كاميرا عشانكم، تخيلوا. المهم هيك بنكون وصلنا لنهايه المقطع، بتمنى المقطع على اعجابكم، واذا عجبكم لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا في القناه اذا ما كنتوا مشتركين، وفعلوا جرس التنبيهات عشان كل ما انزل مقطع حلو زي هيك تكونوا اول الناس اللي بتشوفوه. وبالنهايه كان معكم ليث السرلي، مع السلامه، ولا تنسوا تتابعوني على الانستغرام، هي حسابي طالع قدامكم.